مشاهدي قناة النادي الأهلي، برحب بيكم في كل مكان، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. عايزة ابتدي معكم حلقتنا النهاردة بعزة في فقد الدكتور خالد توحيد، الكاتب الصحفي الكبير ورئيس قناة النادي الأهلي، اللي توفى النهاردة الفجر بعد أزمة صحية مفاجأة جات له امبارح وهو بيأدي صلاة الظهر في مسجد النادي الأهلي. كالعادة يعني أنا عمري في حياتي ما دخلت على دكتور خالد توحيد أو حبيت نطلب منه حاجة في مكتبه إلا لما لقيته هو بيصلي، فهو توفى على الحالة اللي كان طول عمره فيها. طبعا دكتور خالد كان مثال للاحترام وللأخلاق وللمهنية، اللي مهما تكلمنا عنه عمرنا ما هنقدر نوفيه حقه أبدا. ربنا يرحم الدكتور خالد توفيق ويسكنه فسيح جنات ويلهم إن شاء الله أهله الصبر والتوفيق. طيب هنطلع لفاصل سريع ونرجع هنبتدي معاكم حلقتنا النهارده بأهم العناوين.